واحد يقول أرجو الرد على السؤال. في إنجيل متى الإصحاح الخامس قال السيد المسيح: قد سمعتم أنه قيل ينبغي المسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن حمل له الأخر. وأيضا قال: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتغضب عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم الأخر. وفي نفس الإصحاح لا تظنوا أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، أني جئت لأنقذ بل لأكمل، ولكني أرى أن هذه الآية لا تتماشى مع الآيتين. لا، هو المسيح لم يكن ينقض الناموس، وإنما كان يفسر الفهم الصحيح للناموس. يعني كلمة عين بعين وسن بسن دي كانت شريعة للقضاء وليس للأخذ بالثقة بين الأفراد. هم افتكروا ان دي للتعامل الشخصي، فالمسيح قال لهم لا، دي كانت شريعة يقضي بها القضاء ولكن لا تتعامل بها شخصيا في تعاملك مع الناس. وحكاية تحب قريبك وتبغض عدوك، ابتدى المسيح يشرح ليهم ما معنى قريبك وما معنى عدوك. بالنسبة لليهود كانوا يعتبرون كل يهودي ده قريبه، وكل من هو ليس يهودي يعتبر عدوه. فالسيد المسيح بدأ يشرح لهم ان قريبك هو اخوك في البشرية عموما، هو كل انسان. وظاهر في مثل السامر الصالح وراهم يعني ايه قريبك وعدوك. السامر الصالح كان من السامريين اللي ضد اليهود، ولكنه فعل عمل محطة مع انسان يهودي مجروح مرمي في الارض. فشرح لهم يعني ايه قريبك ويعني ايه عدوك. عدوك الوحيد هو الشيطان ومن ينضم اليه، وقريبك هو كل انسان في الدنيا. فهي المسألة عايزة فهم للالفاظ دون التفكير في مناقضات. في كتابنا عن الوصايا العشر ممكن تلاقي شرح مفصل لهذه الأمور.